إذا للحديث عن واقع أمن العراق الغذائي في ظل الحديث عن نقص الخزين الاستراتيجي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود. دكتور خضير، مرحبا بكم. يعني بداية، ماذا يعني هذا التقرير الصادر من ديوان الرقابة المالية والذي يتحدث عن نقص الخزين الاستراتيجي من محصول الحنطة في العراق وأنه لا يكفي حتى لشهر واحد؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد وأن أشير هنا في أن الدول التي تحترم نفسها وتحتز باستقلاليتها عن الأجندات الخارجية، نعم، لابد لها وأن توفر خزينا استراتيجيا للأساسيات من الأغذية الضرورية ما بين 3 إلى 5 سنوات. لكن الملاحظ أن العراق بخزينه الاستراتيجي لا يستطيع أن يؤمن مادة الحنطة لمدة شهر واحد، أو في الحقيقة أقل من شهر، إذ أن الخزين لديه 373 ألف طن، في حين أن الحصة الغذائية تتطلب 450 ألف طن شهريا. لذلك بات من المتعذر أن نقول أنه بلد يتجه اتجاها استراتيجيا في تأمين الحصص الغذائية، خاصة وأنه مستورد للحنطة من العديد من الدول وبالأخص أوكرانيا. طيب دكتور، أنتم ذكرتم أن الخزين الاستراتيجي يجب أن يكون من 3 إلى 5 سنوات، لكن كيف للحكومة أن تترك البلاد بهذا الشكل وهي على شفا هاوية وربما يعني يقترب من المجاعة؟ الحكومات التي تعاقدت منذ 2003 ولحد الآن لم تكترث بحاجة المجتمع العراقي إلى مختلف مستويات حاجاته الاقتصادية والاجتماعية، فهو هدفه الوحيد كما هو واضح لكل الناس القاصي منهم والداني بأن توجههم هو بيع النفط والاستحواذ على ثرواته وتوجيه تلك الثروات إلى الدول التي جندت الذيول في داخل العراق لإدارة الدولة. طيب دكتور، هل من الممكن إذا ما عدنا إلى هذه الأرقام بأن العراق يمتلك خزينة استراتيجيا يبلغ 373 ألف طن، هل صحيح أن نطلق على أن العراق اقترب من المجاعة ضمن هذه الأرقام التي تحدثنا عليها؟ وفقاً للأرقام التي أشار لها ديوان الرقابة المالية، إن العراق مقبل على مجاعة كارثية، إذ أنه الآن في ظل هذا الرقم 373 ألف طن الذي لا يكفي لمدة شهر، هناك 5 ملايين عراقي منهم 2 مليون لا يستطيعون أن يشبعون حاجتهم من الغذاء، ومليونين و500 منهم يتأقلم مع الظروف الغذائية السائدة في القطر، أي أن العراق الآن يعيش مجاعة لكنها لم تظهر بشكل جلي، لكنها ستظهر حتما في الفترات القريبة القادمة، ونجد أن العراق يتعرض من جراء ذلك إلى مجاعة كبيرة نتيجة النقص في المواد الزراعية ونقص المياه المتوفرة في نهري دجلة والفرات والسدود وإلى آخره. دكتور، إذا ما تحدثنا عن الحلول، ما هي الخيارات المتاحة أمام العراق لكي يؤمن أمنه الغذائي؟ طبعا نتحدث عن محاصيل أساسية تؤثر في حياة المواطن العراقي.
العراق الآن بحاجة إلى حكومة وطنية لا تتبع أي أجندات خارجية سواء إقليمية أو دولية. يجب أن تتجه تلك الحكومة إلى الحفاظ على الشعب العراق من الضياع والدمار الذي انتابه طيلة هذه الفترة السابقة. من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود، شكرا جزيلا لكم.